هاد لي زاكسيون هادو ولات ياخذهم قطب كره القدم داخل القاعه كيسهر على يعني التنظيم ديالهم وتوفير كل الامكانيات الماديه باش نبحثوا التنقيب على اللاعبين، ولكن كل مره كنديروها في واحد المنطقه تابعه لواحد العصبه. اليوم حنا في عصبه الغرب، البادره جات من جمعيه الكواكب القنيطري اللي تنشكروهم. الهدف هو اننا دائما الخزان ديال المنتخب الوطني يبقى كبير. اليوم كاينه الفئات ديال اقل من 17 سنه، اقل من 19 سنه، لان البطوله ديال اقل من 17 سنه 19 سنه غتبدا السنه المقبله، لان كتعرفوا اليوم عندنا بطوله ديال اقل من 21 سنه. المهم هو المنتخب الوطني الاول في واحد التوهج، وباش نبقاو السنين المقبله ان شاء الله خصنا ضروري من الان نخدموا على الخلف. فمشكورين جميع الناس الصاهرين على هذا الدوري، وكذلك نتوما على المتابعه ديالكم، وتنتمناو اننا نتلاقاو في واحد الخبر صار في كاس افريقيا المقبله ان شاء الله. شكرا.